ودلوقتي هنعمل مع بعض اكله السمين او اكله المذبح اللي بيقولوا عليها. هي بتبقى تشكيله كده، بتقفي عند الراجل بتشم الريحه بتجوعي حتى لو انت لسه واكله، يعني اي حد طبعا يعني. هي عباره عن ايه؟ تشكيله السمين دي عباره عن خلطه كده بيعملوها، فيها ممبار، فيها فشه، فيها كبده، فيها كفته، تشكيله محترمه جدا من في الوصفه دي. فانا عندي هنا اللية بيحط، هي ليا ودهني يعني، بس هي يعني بيحطوا ليا اكتر. فانا هقطع اللية وهقول لك انا هستعمل ايه تاني. اللية دي اكتر كده اهو، ناخدها عارفين بتبقى الطاسه قد كده وحبه السمن صغننين، دول اللي هم اللية بقى اللي بيقولوا عليهم. اقطعها صغير كده، دي هناخد حته ليا كده، ليا خروف ماشي او دهن يعني اي حاجه تسيح عشان تديكوا الريحه القويه اللي بتشموها في الشارع او في المحلات. متفقين على كده ولا مش متفقين؟ بنعمل ايه بقى؟ نقطع كده حته كويسه. طبعا الحاجات دي مش بنشوفها غير في العيد برضه. كان زمان لا، ده كان زمان بقى على فكره بيطبخوا بالليه دي، بيطبخوا بقى ويعملوا بيها فول ويعملوا حاجات كتير قوي. وبيض يعني كانت الليه شغاله معاهم، الله ينور، احنا مش بنشوفها اصلا. فناخد بقى ايه شويه اللية دول كده احطهم في طاسه سخنه قوي. بنعمل ايه بقى؟ احنا بنسوي حاجات مع اللية دي ونسيب اللية اخر حاجه موجوده تفضل تقرمش في الايه؟ في الطاسه، تسيح وتقرمش. حته كمان اهي، يلا هسيبها بقى كده. دي اللي هي شغاله لوحدها. عندي هنا الكفته بقى اللي بيحطوها معاها، دي عباره عن ايه؟ لحمه مفرومه وبصل وملح وفلفل وبهارات بس. لحمه مفرومه وبصل، ناخد نعمل فيها كده، ناخد ايه؟ لحمه مفرومه طبعا بتبقى حته صغيره مش كبيره، وبصل مبشور، مش ميه يعني، هحاول اخد التفل بس، وبهارات وملح وفلفل ونعجن الحركات دي بقى. كده على اللية ما تستوي ما تسيح شوية، اخدها بقى كده على الايه؟ عند اللية، نركز كده وننزل كده. نسيب اللية تسيح وتنزل على الايه؟ على الكفتة. الكبدة مقطعينها قطع صغيرة كده، او عايزة تصغري عن كده صغري بس عشان تبان في وسط الايه؟ في وسط الاكلة يعني. نجيب ايه ممكن ده عشان نطلع بيه الكفتة، نطلع ان هحط حاجة حاجة واطلعها وفي الاخر احط كله على بعض. كده انا بسوي الكفته في الايه؟ في اللية. يعني اصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون صراحة يعني. ربنا يستر. نقلبها الناحية التانية كده. وأقلب برضو في اللية. تمام. شوية صغيرين أوي، أنا عايز بس أهدي النار عشان تستوي براحتها الكفتة. تستوي كويس كده كده هي هتخش بقى حاجات تانية، عايزه الكبده في الاخر علشان التوم ما يتحرقش. هاخد بس الفشه، بسم الله الرحمن الرحيم، فشه مسلوقه. تمام، اقطعها كده برده حتت صغيره. وده الزوره، واخدين بالكم؟
بتلاقوا مقرمشات كده موجوده معانا في الطاجن ده او في الطبق ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى انت مش صاحيه، تعالى. فاكره نفسها صاحيه دي ولا ايه؟ تعالى يا ماما تعالى. لقد قضي الامر. نطلع الكفته ونسيب اللي هي وهنزل الفشه المسلوقه على مين؟ على دهن اللي هي برضو، واظبط لها شويه ملح وفلفل. واللي هي خليها على جنب كده تسيح بس وتنزل وتقرمش. تمام اهي كده حاجه هنا في الجنب ده، وهنزل الكبده كده، وعليها برضو شويه ملح وفلفل. خليها شويه كده، النار متوسطه. ممبار بقى ده بيتقطع، بصوا كده. ايوه قول لي يا بابا. حاضر. طبعا بتحطي الممبار الكميه اللي انت عايزاها، انا مش هكتر قوي برضو عشان ايه يبقى بالمعقول يعني. تمام كده. طيب اطلع فاصل على ما الكبده تستوي، مش هعمل حاجه غير لما تقولي من الفاصل. وفاصل ونواصل ان شاء الله. يعني اقلب بقى كله على بعضه كده باللية بقى بكله كده. كان فيه هنا ايه؟ كان فيه الفشة والكبدة واللية. هنزل بقى، لا اهو، لا لا، فلفل رومي اهو، فلفل رومي لازم، فلفل رومي. لا بيتحطوا، مش واخدين بالكم انتوا، والله انتوا مش واخدين بالكم، بس اصبروا. لا ماشي، بحسن لكم مستواها حتى لو ما فيهاش فلفل رومي، انا بحسن لكم مستواها. بيقولوا على العربيه ما فيش فلفل. طب في كزبره خضراء؟ احكي احكي يا شهرزاد. شويه كزبره خضراء كده حلوين. ننزل بالثوم مفروم كله بقى، ننزل بيه كده وننزل. حيرتوني حيرتوني. ممبار مقطع مسلوق طبعا، كفتة اللي انا حمرتها دي، كل ده مع بعضه كده مع اللية. كل ده ما حطيتش اي حاجة غير اللية، هي اللي كانت موجودة، حاجة بسيطة خالص. ليه بس؟ اهو عايزين ايه تاني بقى؟ واقلب بالراحه كده بقى عشان ما اكسرش الممبار. بالراحه خالص كده.